يا مولاتي عينك جوجل كيسان من عتيق المدام من داق منهم شي صباح هايم العطور في الخد بناعم أورد عكري تحت صوار الفاح ناسم المع تسطيع قربي منامي بين الورود مسامي أسنان أحسن من حب الغمام الجيد غزال خشى من الرمام يا سلام حب والهوى والعشق ونار الغرام كلمات هي عربون محبة صادقة لكل عشاق هاد اللمة الفنية جمعتنا زينة وجمعتنا اليوم استثنائية مع النجوم اللي حاضرين معنا لأول مرة في التلفزة المغربية قامة فنية بأزيد من 40 سنة من العطاء ذاكرة موسيقية حية اليوم حاضر معنا في جمعتنا زينة استقبلوا معايا الفنان والنجم محمد العسري شكرا إلى جانب الفنان محمد العسري اليوم معنا شابة ونجمة عربية ومغربية مجموعة من الأعمال ناجحة صوت قوي وحضور أقوى تحت فقتكم النجمة والسوبر ستار سلمى رشيد شكرا نهار كبير هذا مع النجوم اللي حاضرين معنا الله يبارك فيك الله يكبر بيك شكرا على التقديم الزوين نخلي الكلمة أولا شكرا على حفاوة الاستقبال عفو وجمعتنا زينة فعلا غادي تكون زينة إن شاء الله الرحمن الرحيم إن شاء الله وتحية طيبة للفرقة الموسيقية وعلى رأسها الأستاذ الموسيقار السي رشيد زروال تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم وشكرا للحضور الكريم اللي متبعنا على البلاطو وكذلك كنشكروا وكنحييوا المشاهدين ديالنا خارج داخل الوطن عبر القناة الأولى في برنامجنا إن شاء الله أنت جماعتنا زينة إن شاء الله وحنا كنا فخر واعتزاز أنك اليوم معنا لأول مرة في التلفزة المغربية شكرا بزاف شكرا بزاف إلى جانب نجمة وسوبر ستار كبيرة سلمى رشيد أكيد اليوم غتكون سهرة متميزة أكيد إن شاء الله وبالضيوف اللي غادي نكتشفوا نبداو سهرتنا مرحبا تحت فقاتكم بسم الله محمد العسري وسلمى رشيد مرحبا بكم في هذه السهره اللي غيكون فيها احياء للتراث المغربي وغادي نتذكروا بها الزمان الجميل وغادي نعيشوا ايضا هذا الزمان الجميل اللي كنعيشوا ان شاء الله الى جانب نجومنا اليوم حاضره معنا فنانه ممثله مغربيه متالقه سنوات من العطاء الفني الراقي قدمت مجموعه من الاعمال السينمائيه والتلفزيونيه متمرسة في تشخيص بأدوار غتبقى راسخة في الذاكرة المغربية واليوم حاضر معنا الفنانة والنجمة أسماء الخمليشي مرحبا بيك لالا أسماء شكرا على الاستقبال السلام عليكم نهار كبير اللي أنا معكم ربي احنا أسعد مرحبا بيك نهار كبير هذا وسعداء باش يعرفوا المشاهدين راه تسالمنا في الكواليس وي معلوم لالا سلمى تسلمنا ولكن ولا بد خصني نسلم حتى على الجمهور لينا بارك الله هذه حاجة طبيعية بارك الله عليك لالا أسماء مرحبا بك ربي يخليك سي نسيم شكرا عودتينا بالإطلالات الأنيقة والجميلة ديالك
شكرا شكرا. تبارك الله عليك وعلى الإطلالة ديالك. سعداء أنك اليوم حاضرة معنا في جماعة نازينة. واش كتعمل هذه اللمة؟ شوف القفطان المغربي ديما عنده فخامة وحضور مميز فين ما مشيتي سواء داخل ولا خارج أرض الوطن. الله يحفظ بلادنا ويحفظ تراث بلادنا ويحفظ القفطان المغربي وأي حاجة كتعلق بالمغرب الله يحفظها يا ربي. أنا مع للا سلمى لأن القفطان شي حاجة يعني بالنسبة لي عظيمة. وها بغيت غير نقول واحد الكلمة. هذا القفطان اللي لابسه عنده 30 عام. ما شاء الله. يعني إرت من واحد مصممة تبارك الله في المغرب. مفتخرين بها. إذن هذا افتخار لي اللي لابسه قفطان عنده واحد الروح. عنده ذاكرة. باش تكتمل خيوط هاد اللمة وهاد الجماعة الزينة غير تحق بينا الآن فنان جمع بين المسرح والسينما والتلفزيون. حضور قوي وأدوار قوية كيجسدها بكل صدق الشيء اللي خلى أنه يدخل كل قلوب المغاربة. حاضر معنا اليوم ومشرفنا ومنورنا الفنان والنجم محسن مالزي. محسن مرحبا بك. شكرا شكرا بزاف سي نسيم على الاستضافة وعلى الدعوة. وهذا شرف لي أن نكون معكم في الحلقة ديال اليوم مع الوجوه الزوينة ومع الجمهور. بارك الله فيكم. كل شكر ليك سيدي محسن على قبول دعواك. الناس سعداء أنك اليوم حاضر معنا ومشرفنا رفقت النجوم اللي حاضرين معنا اليوم. أكيد غتكون سهرة استثنائية لأن عندنا مختلف الأجيال مختلف التلوينات الفنية. عندنا الموسيقى عندنا المسرح عندنا التمثيل وعندنا التراث. سيدي محمد العسري ذاكرة موسيقية حية. أنا أقول لك سيدي محمد العسري ولا سي محمد الإدريسي؟ ياس أنا الاسم ديالي سي محمد الإدريسي ولكن كان الوالد الله يرحمه الوالد ديالو هو قوشي يعني عسري. عسري كنقولوا عليه حنا باللغة ديالنا العسري. كان لقب وبقى ذاك اللقب وحتى ولا هو الاسم العائلي يعني بقات اسم العسري. بقات اسم العسري يعني بقات مع العائلة ديال الإدريسي بقى هذا اللقب محافظين عليه. محافظين عليه وعطانا نجم اللي هو سيدي محمد العسري. الله يكبر بك. مرحبا سيدي محمد العسري. أكيد غتكون البداية مع سيدي محمد العسري. كنا شوق أننا نسمع الصوت ديال محمد العسري. شو محضرنا لليوم في بلاطو جماعة نزينة؟ شوف من خلال البرنامج نتاع جماعة نزينة هو برنامج مميز واللي لاحظت أنه كيهتم بالفولكلور المغربي وبالتراث المغربي وهذه فكرة طيبة بزاف. كيف كتعرف البلد ديالنا غني بتراثه أنه واحد الموروث متنوع وعظيم يعني من الشمال الجنوب من الشرق الغرب المغرب كيمتاز بتنوع تراثه بألوانه الغنائية ألحانه بإيقاعاته. فمادام أنني كنشارك معكم في هذا البرنامج حتى أنا غادي نغني واحد الأغنية لها تاريخ وحتى هي من الموروث ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا الخشبة كما كنقولوا تنادي تحت صفقتكم الفنان والنجم محمد العسري. تفضل سي محمد. أخيتي يا فاطمة رانيا متلاقي عذروني يا أهلي ولاش لوموني غقض جراني سيروا خليو كل حال يمشي على حالو. أنا الكوي
الحياة وحتى يهولوني نبات صغر الليالي جراح الحب الهوى والهجرة لا زالوا جراح نعيش والغراب والغيوان شطنة بالي هدو من غير شك سادو للقلب قوالو بيهم مشطون كفران المقدر نغم نغني لعالي سابق لي نصرفوا الوعد دميجانو لازلت ملازم الصبر صبري صبر العز في الليالي رفت حمول الهوى وتكدر تحمالو أعذروني يا قلي ولاش لوموني غقض أجرالي سيروا خليوا كل حال يمشي على حال بعض الناس كيلوموني أيزيدوا على غهبالي البعض الناس كيقولوا غدا عمدان متولع مولوع بالغوالي يتروع ساكني ينطق من غير أحواله أي لا نجبر هل الفن بحالي يستحسن أخوالي يبكي وعلى بكاي ناس الغيوان ويسالوا أي لا نشبر هل اللوم يلوموني يبطلوا شغالي يقولوا يا لطيف رات قوة تخبالوا ألموني في بعيني أفعالهم عدى على أفعالي لكن غدا كل غاية حاسب بفعالوا أعذروني يا أهلي ولاش تلوموني قد أجرالي سيروا خليوا كل حال يمشي على حالو
لوموني قداش غالي سيرو خليو كل حالي يمشي على حالو نظروني يا غلي ولاش لوموني قداش غالي سيرو خليو كل حالي يمشي على يمشي على حاله. محمد العسري قصيدة الكوي. تبارك الله عليك سيدي محمد. صفقتكم على الفنان شكرا. محمد العسري شكرا. بارك الله عليك سيدي محمد. قصيدة جميلة وأداء أجمل وأروع، وهذا ماشي غريب على سيدي محمد العسري. شكرا شكرا. العفو. لالا سلمى كنتي منسجمة مع الأغنية، خصوصا أنك من المحبات، من الفنانات المحبات للتراث المغربي، وهذا ماشي شي حاجة جديدة، لأن منذ البدايات يعني وأنت كتبحثي في أنماط غنائية تراثية وكتحاولي أنك توصليهم لا نوفيل جينيراسيون، الجيل الجديد. وي اولا تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي. ما شاء الله صوت رائع بالاضافه للتراث المغربي، كتعطي هذه الجماليه اللي سمعنا دابا. وحنا خصنا كمغاربه سواء لي جون، يعني هذا الجيل ديال دابا ولا تبارك الله الجيل القديم راه مفتخر بتراثنا، والجيل الجديد حتى هو، والهدف هو اننا نبقاو دائما كنتوارثوا داك التراث ديالنا من جيل لجيل، ونبقاو دائما مفتخرين بالتراث ديالنا المغربي من جميع الانماط الغنائيه، سواء الشعبي ولا الاندلسي ولا الحون، كل شيء، جميع الانماط الغنائيه المغربيه خصنا نكونوا فخورين بها ومعتزين بها، ونغنيوها فين ما قدرنا نغنيوها باش نوصلوها اكثر واكثر ان شاء الله. صحيح. سلمى رشيد فنانه عربيه، يعني صوتك تخطى حدود المغرب، ربما ما كتشوفيش بانه منين كتحملي التراث المغربي وكتاديه، ربما ممكن اننا نوصلوه لاذن غير الاذن المغربيه. نتمنوا ان جميع الاغاني المغربيه توصل، لان عندنا واحد الفن غني بواحد المزيج ما كتلقاهش في صراحه في بلدان ثانيه. صحيح. فنتمنى ان شاء الله، هو ديجا كاينين ما شاء الله اغاني مغربيه راهم واصلين عربيا وعالميا، وكنشوفوا غير على تيك توك راه بزاف تاع الاغاني التراثيه المغربيه اللي ولات ترند. صحيح. لا هي جايه تصفر وتخضر، اللي ما شاء الله حقت واحد، هي ديجا محقه ان نجاح، ولكن زادت واحد النجاح اكبر عالمي، ومجموعه من الاغاني التراثيه المغربيه اللي غاده كتوصل اكثر واكثر. الحمد لله، هذا هو مغربنا، هذا هو تراثنا، يعني التنوع اللي كاين. سيدي محسن فنان اللي عاش في مجموعه من المدن المغربيه، عشتي في المغرب كله. تقريبا عشت في المغرب كله، ملي كيسولني شي واحد منين انت تنقول انا مغربي، كتجيني صعوبه نقول واش انا من الريف ولا عشت بزاف المدن في المغربيه من الشمال للجنوب. واولا تبارك الله عليك سي محمد، صراحه مفخرة لنا اننا كنسمعنا الاغنيه ديالنا، مازال كاينه وعندها حضور قوي جدا فين ما مشينا، لان التنوع ديال الاغاني، الكلام ديالهم، القصص، يعني ما كاينش مغربي اللي يسمع شي اغنيه وما غاديش تفكروا في شي قصه ولا في شي وقت ولا. وصراحه مسموعه عالميا، انا تكمل الهضره اللي قالت لا سلمى، يعني الاغنيه المغربيه معروفه في العالم كله، ميم في لي فيستيفال الكبار كتشوف ان الريتم الايقاع ديالنا ولا راه عالمي، يعني كتلقى عندنا كل شيء. يعني الحمد لله، هذا غنى. دابا ولاو كيتغناو بزاف بالاغاني المغربيه في الحفلات ديالهم، من ضمن الاغاني اللي كيكونوا في لا ليست ديالهم كيكونوا اغاني مغربيه، لان كما قلت لك عندهم ان المغرب في واحد عنده واحد البصمه خاصه، يعني لا في ايقاعاتنا لا في الحاننا كاين واحد البصمه خاصه في المغرب. كل شيء فين ما مشيتي، اي مدينه مشيتي، الستيل اللي كاين ولا طابع مختلف على الطابع اللي كاين في المدينه الاخرى، لا من الموسيقى ولا من المباني ولا من اي حاجه، حتى اللباس راه ماشي بحال المدن المغربيه تختلف اللباس. هذا هو المغرب. المغرب نمشيو عند الاسماء اللي هي سفيره ديال الثقافه المغربيه خارج المغرب.
المغرب لأنك تعيشي بزاف خارج المغرب. كيفاش أنك كتشوفي ملي كتكوني خارج المغرب، كيفاش كتشوفي الناس ينظرون إلى ثقافة المغرب؟ الثقافة ديال المغرب في الدم ديالي، يعني ما نقدرش نكون في شي بلاصة خارج المغرب بلا ما نهز الراية المغربية في دمي، يعني في الطريقة الهضرة، في طريقة اللبس، ملي كنعرض على الناس يجيو لعندي للدار. شكرا. طاجين وسكسو وقفطان. اللي بغيت نقول نهار كبير هذا اللي أنا جيت لهنا، منين عرفت بأن كاين السي العسري ولا لا سلمى، قلت لهم والو بغيت نجي، بغيت نجي حيت مشتاقة، ما تصورش شحال مشتاقة باش نسمع هاد الأغاني العريقيين. هو تبارك الله كيغني وأنا كنمشي اللور، لأن كنبقاو دائما ديك لا نوستالجي ديال الاغاني ديالنا التمغربيت والتمغربيت ما كاينش. غادي نبقاو في الجو ديال التمغربيت وغادي نمشيو عند النجمه لاله سلمى رشيد. شنو محضر لنا لليوم؟ اشتقنا اننا نسمعوا الصوت ديالك. نغني وراه هديتو، نبداو براه هديتو، راه هديتو. نبقاو مع الفنانه والنجمه سلمى رشيد. شكرا.
تحت صفيقاتكم. تبارك الله عليك. شكرا شكرا. صفيقاتكم على الفنانة سلمى رشيد. تبارك الله عليك. بارك الله فيك. شكرا. سلمى رشيد كتاخذ شويه من هنا شويه من هنا شويه من ثم العلامه راه ديتو كتعطينا اغنيه بنفحات جديده. تبارك الله عليك. شكرا. بارك الله فيك. تبارك الله عليك لاله سلمى. شوفي شنو درتي فينا. نط بلا ما شعرت نط كنشطح. سون في بليزير والله. سون في بليزير. تبارك الله عليك. ربي يخليك. بارك الله فيك. جميل اننا كنشوفوا فنانين شباب يعني اللي كياخذوا من التراث. وحنا كنتكلموا على أنك تأخذ تراث كقائدة كيرجع بنا الزمن الظاهرة الغيوانية موجة الغيوانية اللي كانوا خداوا تراث كقائدة وعطونا نمط غنائي جديد. سيدي محمد العسري من عشاق الظاهرة الغيوانية كما كل مغاربة وكنا عشاق للظاهرة الغيوانية. سيدي محمد ملي كنتكلموا على ناس الغيوان المشاهب جيل جلالة شو ممكن يقول لنا سيدي محمد العسري؟ أنا أول ما كنت يعني بديت المجال ديالي في هذا الميدان الموسيقي تربيت على هذوك الناس جيل جلالة وناس الغيوان والمشاهب. ما صبحتش أغنية ولا ظاهرة يعني قائمة بذاتها وكنت منها باش شي واحد فينا من هاد الناس اللي كيديروا كيشتغلوا في هذا الميدان التفتوا لذاك الأغاني. هذيك راه أغاني جميلة بزاف وفيها واحد الألحان ما شاء الله. زعما خاص غير يعني نعاودوا نفكروا فيها ونقدروا نتفكروا هذا بقى. إذا قلنا لسيدي محمد العسري رجعنا به الزمن وبغينا نتفكروا شي حاجة من كلام الغيوان شنو الذاكره ديال سيدي محمد العسري؟ راك كتعرف واحد الاغنيه كانوا اشتهروا بها هما في الاول ديالهم كانوا بداوا بواحد الاغنيه نتاع الصينيه كانت من اول اغاني ناس الغيوان وهي كتواسي البرنامج جماعتنا الزينه. انا فيها الجماعه وما كيمكنش تكون جماعه زينه بلا الصينيه. بلا الصينيه والكاس ديال اتاي والاتاي المغربي طبيعه الحال. نذكروا سيدي محمد الى لقيت عقل على الكلام هذي عاوني في الكلام. مرحبا. فما ربما نكون نسيت. مرحبا. موسيقى مايسترو. حزين وما بين الكساء
يا ندمتي يا ندمتي ومالك زيتي وتينين وزاد قوة عليا الحزان مالك سيباكي وحدو مالك سيناد بحطو مالك سينا وحدو هذا نكدو غا سعدو يا الصينية الله فرحة الله عليكم الله عليكم بجوج ما شاء الله الله يطول عمرك تعجز الكلمات على الوصف أنا يمكن نسيت شوية الكلمات راك ساعدتيني بزاف باش لقيت راسي وكيف قلت لك شوف هذا الرصد المغربي شحال زوين شوف هذا الرصد المغربي هذا لحن وهذا الإحساس ما غتلقاه إلا عند المغاربة فباش كتسمع هذا اللون من الغناء فبلا ما تقول انا مغربي راك مغربي راك مغربي آه. يعني كتحس بتا مغربي لان هذا الرصد هذا مغربي كيديروا غير المغاربه كيديروا غير الرصد رصد يعني بالطريقه الغيوانيه رصد جميل بزاف صحيح رصد جميل وللاشاره فاغنيه الصينيه كان واحد المجذوب كيغني الكلام وخدا العربي باطم الله يرحمه كنسمع سمع هذا كاين ما كنقولوا مجذوب كيدور وسمعوا كيقول هذا الكلام وقال هذه غادي ندير منها اغنيه وربما الاصدقاء ديالو قالوا ليه زعما راه غير مجذوب كيدور كيقول هذا الكلام راه ما غيكونش اغنيه ولكن بالفضل ديالو يعني عطانا اغنيه من الحجم ديال الصينيه موال رائع وكلمات اروع تحيه لكل المبدعين المغاربه وتحيه سيدي محمد العسري بارك الله فيك شكرا يطول لي عمرك انا لاول مره كنحضر مع هاد الضيوف ديالك الكرام فنانه وما شاء الله ولي الشرف انني نكون من ضمنهم سمعت الاغنيه نتاع الاخت سلمى رشيد طريقه جميله بزاف كنتمنى انها تزيد في هذا اللون هذا كنتمنى تزيد في هذا اللون شوف شكرا لك لا والله زعما بصراحه إيقاعات جديدة غربية الفن العيطة ديالنا ولكن تبدا سبحان الله العظيم كنحاولوا نديروا مزيج بين التراث المغربي مع الإيقاع العصري اللي كنواكبوا الماضي كنجمعوا الماضي والحاضر جميل بزاف شرف لي بارك الله فيك كنحسوا به وهذا الشيء اللي زوين الأغنية المغربية تسمع البرة ويستوعبوها ويتقبلوها بواحد الطريقة اللي هي عصرية ونبقاو شادين في التقاليد ديالنا مهم كانت أغنية من هذه كانت أغنية راه ديتو كانت من ألبومي ألبوم نار اللي عشت فيه صراحة واحد الأجواء زوينة بزاف من هو فيه 10 ديال الأغاني بمناسبة مرور 10 سنوات على مسيرتي الفنية المتواضعة ف جات ديك الفكرة أن الألبوم يكون متنوع مغربي ولكن متنوع بإيقاعات مختلفة كان الشعبي البوب قناوة أنا وسي حميد القصري اللي كان عنده تحية كبيرة يا المعلم حميد القصري كان الراب كذلك مع ديزي دروس أغنية ستاي كان يعني حاولت داك الألبوم خدمته من قلبي بغيت يكون فيه بزاف كان فيه حتى أغنية رومانسية اللي كتقيسني بزاف اللي أغنية كان بغيك وأغنية ترهديتو عندها لمسة خاصة عرفتي قصة ترهديتو أول ما سمعتها ما عجبتنيش أول ما سمعتها ما بغيتهاش قلت لهم لا قالوا لي لا هذه أغنية اللي شعبية ولكن غتبني فيها بستيل جديد لأن حتى طريقة الغناء في الأغنية اللي تحطت في يوتيوب الإيقاع سريع أكثر من اللي غنينا دابا على خشبة المسرح ففي الأول حسيتها غريبة ومن بعد قلت لا مادام غريبه يعني شي حاجه جديده عليا وشي حاجه ان شاء الله اللي توصل حتى القلوب المتابعين والمشاهدين فانا شرف لي كبيره الشهاده والله الا كنعتز بها لا غادي توصل ان شاء الله اغنيه بايقاعات جديده والله العظيم زعما عجبتني بزاف شكرا شرف لي وغادي نحفظها ونبدا نغنيها على الراس والعين انا عافاك صور فيديو صيفطوا لي باش نبارطاجيه مع لي فان ديالي ربي يخليك ونقول لكم واحد الحاجه هذيك الاغنيه اللي درتي واللي غنيتي بجوج زعما جبتي لي التبوريشه كاينه فيها واحد الحاجه روحانيه اللي خاصه غير بالمغاربه
صحيح، هي أغنية روحانية. صحيح. من ظاهر الغيوانية والمدرسة الغيوانية غادي يمشيو للرقادة، ربما اللي ما كيعرفوش الناس بأن سلمى مولوعة فن الرقادة. تعجبني بزاف الرقادة، وحتى في الطوموبيل كنخدمها بزاف. شو الأغنية اللي كتسمع سلمى ديال الرقادة واللي تبغي تدندنها ونشاركوها مع المشاهدين؟ نديرو لو كان يديرو عليك باب حديد نقزة ونجيك الحبيب. مرحبا. ياك. موسيقى مايسترو. تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. كنا ما كرهناش نغنيو، ولكن راه حنا بالشعور ديالنا كنرحنا معكم. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. سهرتنا يلا بدات. مشاهدينا غادي نتوقفوا للحظات مع فاصل إشهاري، ما تمشيو فيه، راجعين لكم.
رجعنا لكم أوفياء الأولى متتبعي سهرة جماعة نازينة. كيف ما عودناكم سهرة جماعة نازينة هي سهرة التنوع الثقافي وهي أيضا سهرة التنوع في التحديات. اليوم تحدي نوع خاص، تحدي غادي نقدم واحد أغنية وغادي نحبسه في واحد الكلمة، كل ضيف غادي ينطلق بأغنية أخرى اللي كتحمل هذيك الكلمة. شو سي نسيم من اللون نقولها لك، التحدي حنا يا أنا وسي محسن يعني خاصرين معاكم، إذا ما نقدروش نتقدو معاكم في الأصوات ديالكم الجميلة تبارك الله. إحنا عطينا اللعب، عطينا هو أكيد يعني أكيد، ولكن يعني لعبوا معاكم ولا نشوفوا التحدي. والهدف هو أننا نسمعوا الأصوات ديالكم ونعرفوا الجانب الآخر ديال الممثلين ديالنا. هو أكيد يعني الناس كيعرفوا بأنكم ماشي ممثلين وخبينا، كون مفاجأة نوليو كنغنيو ولا شي حاجه، كون مفاجأة. لا بصح بداو التحدي ديالنا، اكيد غتكون مفاجأة وغادي نسمعوا اصوات جميله. دار غير التواضع، غير التواضع ديال الجو، حنا غير مدوزين لا سواري معكم صافي، غادي نضحكوا ونشطوا بعضياتنا، هذا هو المهم، هاد الفرحه مع المشاهدين. نبداو باول اغنيه عندك. من عندي؟ لا من عندك. مرحبا. موسيقى مايسترو، ما تصعبش علينا، اختار شي كلمات زوينين وسهلة. فين بابا هنا؟ لا لا بلاتي، قولي لبابا اللي أسيدي المحبة اللي جبته عيني يا ولي لبابا اللي بهو جري ونقري من دواري، بهو جري ونقري من دواري المحبة اللي جبته عيني يا ولي لبابا اللي أسيدي المحبة اللي جبته وي ما لقيتش غير عيني. اغنيه كتحمل كلمه صراحه، ما زعما ديما تنحفظ غير الاول ديال الاغاني، ما كنحفظش بزاف، ما نتفكرش شي. عيون عيني يا عيون عيني يا سلام يا سلام. غادي نحاول، ما حافظش مزيان ولكن غادي. عيون عيني يا يا الحمرا ليا، الواد وادي يا سيدي والواد وادي، والواد وادي يا سيدي والواد وادي. العيون عينيا والساق يا الحمرا ليا، الواد وادي يا سيدي والواد وادي، والواد وادي يا سيدي والواد وادي. نمشي وقف
كلامة الله والنبي والقرآن معانا تمشي وفي كفوف السلامة الله والنبي والقرآن معانا وادي 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 اغنيه كتحمل كلمات وادي من عند سيدي محمد. صعيبه هذا العنوان. صعيب هذا العنوان. صعيب. شوف الوادي صعيبه هذا الوادي لقى شي حاجه وادي الواد شي حاجه عندها علاقه سبق لشي واحد غنى على الواد الواد واد اه نعم نعم ايه سيدي محمد العسري راه خزانه اكيد غادي يلقى الواد كاينه الواد 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 والكلسة ونساها يا مع الولاد الواد الواد أيلني يا الهوى 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 أيلني أيلني والكلسة ونساها مع غزالي مشى وعداني الواد 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 الكلسة ونساها يا مع الولاد الواد الواد أيلني الهوى 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 أيلني أيلني والقزة والنزاهة مع غزال شوعة داني أتي بالشيبة أتي بالشيبة أتي بالشيبة أتي بالشيبة يا سيدي غريب تغريب يا خونا أيلني أيلني الهوى 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 أيلني أيلني الله أغنية جميلة جو بونسيي منين تخدات الكاس حلو الكاس حلو نعم من هذه الأغنية تخدات الكاس حلو نعم نعم هذه من الكاس حلو هذا هو الأصل ديالها الأصل ديالها هي الكاس الأصل ديالها شكرا ليك سيدي محمد على الأغنية الجميلة حبستي في أي لالي حبستي في أي لالي غادي نمشيو عند الأسماء شي أغنية كتحمل نعم كلمة أي لالي شنو أغنية اللي كتحمل كلمة أي لالي أي لالي واخا واخا شوف أنايا نقدر نغششها شو انا غادي نغش ما تخافيش عليا هو مساعده مساعده من صديق ليش نغني سي انا بصديق سي انا بصديق غير ندير زعما راه بحال الا كنغني تعاونوني ياك مرحبا 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 سي انا بصديق يلا واختاروا شي اغنيه الله يخليكم اختاروا شي اغنيه في بلاصتي جو بونس كاينه عند سلمى شي اغنيه في عيلالي انا لو هيلالي انا لو هيلالي لا واش مناسبه لها واخا انا كنت غادي نقول لها على ليلالي راسي وما دازت عليكم باقي تعاوني ياك مرحبا يلا ها الا ما خرجت لي شي كلمه قولها انت وعطيني باغفي مرحبا يلا زيد انا لو هيلالي انت الحلوه ديالي ايلي أيلي وسيم يحيي بي فين هو على الله اللي الدار البيضة ديالي أيلي وسيم يحيي بي فين هو ديالي أهو غزال ديالي أهو غزالي فين نصيبو أيلي أيلي وسيم يحيي بي فين هو أيلي حبيبي حياني فين هو مريض أنا مريض حتى مرض ما بيا أيلي حبيبي فين هو الشوفة في حبيبي ويجي ويسال عليا أيلي حبيبي حياني فين هو حبيبي ديالي أهو غزالي ديالي أهو غزالي فين نصيبو أيلي حبيبي حبيبي فين هو والله الا لا حرام غنيتي احسن مني بعدا
شوف لا ما تسلى عليا راه داكشي باين والله حرام عليكم شنو نقول ولكن داكشي كاين في الدم باغي نشطحوا باغي نشطوا باغي نغني ودرنا داكشي اللي كنعرفوا صافي على قد الحال الحمد لله اللي معنا السي العسري ولا لا سلمى اللي باش يعاونوني وسنا انا هو ويحسن معاونك اكثر منا في الاغنيه ياك راه هو اللي كان كيعطيني الايقاع وكيقول لي انا غير كنشوفه انا غير كنشوف فيه هو كيغني وانا كنقول له كيقول لي زعما يلا غني غني وانا غير ولكن ما عرفتش واش عارفين بان الاسماء خرج شي اغنيه في 2015 وهذيك ماشي كازابلانكا كازابلانكا غنيتي الدار البيضاء كازابلانكا يعني راك كتخبي علينا راه مخرجه اغنيه في 2015 بعنوان كازابلانكا كنقول بان الممثل خصو يعرف شي شويه من الحاجه واخا ماشي ما عندناش الصوت ولكن علاش لا الواحد يحاول يغني كان واحد المغني مغربي ساكن في هولندا سميتو كريم هو مغرب وانا كنت ديك الساعات مغربه وتوحشت الدار البيضاء وتوحشت كازا بلانكا وقلت له اجي نديرو شي اغنيه ولكن انا غير غادي ناكومبانيي زعما غادي مساهمه شرفيه صافي مساهمه وجات وخرجت زوينه زعما ما بيهاش ذكروا منا وخلوا ولو غير الكلمات ديالها والله تنسيت عليها يا سي لا ما تجبدليش نسيت عليها نسيت كتقول ابلاتي خصني نسمعها ذكر الكلمات يوتيوب راه كاينه كنوعدوا المشاهدين اننا غادي نسمعوها في واحده من الفقرات الجايه ديال سهرتنا ان شاء الله اكيد غتكون مفاجاه لكل المشاهدين الان وصل وقت ديو فقره اللي كيتسناوها كل المشاهدين ديو الحلقه اغنيه غادي تجمع بين نجوم ديالنا مشاهدينا غنبقاو مع ديو الحلقه فين الشيك اللي عطيتك بين الفنان محمد العسري والفنانه سلمى رشيد وعدني
شروطه أخذ الزين وجيب له اللطو على غلالة كل عطيته وعلى هلالا شريت الطوموبيل بجيت وعلى هلالا وفي الشكل عطيته وعلى هلالا وشريت الفيلا وعاشته وعلى هلالا عيونو كيسان خدودو تفا عيونو كيسان فمو خاتم قالونو قهوي وعلي كدوي عازينو خلوي وعدى العقلي او خسين ولا تعادوش أخصين ودير نشروط أخصين وجيب للطوط على هلالا محمد العسرين سلمى رشيد تبارك الله عليكم ديو الحلقة بارك الله عليكم لي ولا أروع في الشيك اللي أعطيتك شكرا بارك الله عليكم سفر أغنية المغربية بين جوج الأجيال مدرسة جوج المدارس بارك الله عليكم تعليقكم لهذا الديو سيدي محمد كانت فكرة مزيانة كما قلتي واحد السفر من واحد الجيل لواحد الجيل هذه أغنية تغنت قديمة وكيبان لي عودتها الأخت سلمى في التسجيلات ديالها والحمد لله وفقنا الله خدمناها بجوج الحمد لله والله إلا شرف كبير لي اليوم أنني غنى مع السي العسري اللي هو سبق وغناها ما شاء الله وتغنى بها في الأعراس المغربية وللإشارة فقط أنا من المستمعين ديال المقاطع اللي كتحط في يوتيوب كان حيح بهم في الطوموبيل وحده في الدار صراحة والله إلا تبارك الله علي والله إلا أنا شرف لي اليوم الله يكبر بي لسعداء أنكم اليوم معنا وكتقاسموا معنا هالذكريات الجميلة باقي غادي نتكلموا على بزاف ديال الذكريات غادي نغوصوا في الجانب الخفي ديال النجوم ديالنا الآن غادي نتوقفوا مشاهدينا للحظات مع فاصل إشهاري ما تمشيوا فيه الراجعين لكم نجدد بكم ترحاب مشاهدينا متتبعينا الأوفياء على القناة الأولى الآن وصلنا لثاني تحدي في سهرتنا تحدي دندنة تحدي دندنة كنقدموا مجموعة من المقاطع الغنائية اللي كتقدمهم لنا الفرقة الموسيقية غنشوفوا ضيوف ديالنا واش غادي يتعرفوا على هذه المقاطع الصوتية مايسترو كيقلب على أغاني مختلفة لكل ضيف نبداو من عند للا سلمى شوفوا مقطع شوفوا المقطع الغنائي اللي محضر لنا المايسترو موسيقى عليك تعرفتي لها مباشرة حيت هاد الأغنية عندها واحد المكانة خاصة عندي
دونك المايسترو عارف علاش كيقلب. اجري باليا هذه كانت اول اغنيه غادي نغنيها من بين الانشطه المدرسيه في الابتدائي. عرفتي وباقا عاقله على ذاك النهار عمرني غنسى، حيت كان شادني واحد ستريس وواحد الخلعه، حيت اولا ما كنتش عارفه اصلا ان صوتي زوين، وغير الاستاذه اللي كانت كتقول لي صوتك زوين. وذاك النهار كانت عندنا انشطه مدرسيه، وكانت فريمون الساحه، كانت عندنا واحد الساحه كبيره في مدرسه ابن قتيبه. كنبغي نوجه تحيه للاساتذه كاملين، تحية محمدي الاساتذه ديالها، وتحيه الناس الحي محمدي. محمدي وفريمون كنت عايشه واحد ستريس لا يصور. وقفت كيبان ليا بزاف وكلشي تلاميذ فهمتي لاش ديالي، وكلشي كيتسنى اش غنغني، وكلشي كيتسنى عشيتك ديال غيكونسونتر خايب غنضحكوا عليها. صافي طلعت وقفت عشيتك ديال سلمى جمعي راسك، دابا مابقاش الضحك. كانت تقول لي غتكون عندي واحد 9 سنين، باقا طفله ابتدائي. صافي طلعت وانا نقول لي عليها اول اغنيه غتجي لي في بالي امل 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 ماغازير. طلعت كنغني كيبان لي كلشي عاجبو الحال، وانا ما عارفاش صوتي زوين، انا كنغني ماما. صافي كيبان لي كلشي عاجبو الحال، كلشي صفق لي هبط، وبقات هاد اغنيه عندي مميزه، حيت اول مره غادي نغني قدام الناس وغنعرف انا ان صوتي زوين. شكرا للمايسترو، شكرا فكرنا بهاد الاغنيه الجميله. شكرا بزاف. ومن عند سلمى رشيد غنمشيو عند الاسماء، غادي نشوفوا المايسترو شنو محضر لينا. واخا سيدي موسيقى مايسترو. جوني مار قلبي اللي بغاك العمار، الوليد الوليد انا جيت انا جيت انا جيت جوني مار. واخا جوني مار قلبي اللي بغاك العمار، الوليد الوليد انا جيت انا جيت واخا جيت جوني مار. مشيت للروضة وعزاوني له يا الوليد، الوليد الوليد انا جيت انا جيت انا جيت جوني مار. الله ميرسي بارك عليا. تبارك الله عليك، تعرفتي عليها من بين وهي سهله. ما عرفتش واش داكشي خرج وعدك صحيح ولا راه غنيتي زوين، بديتي مزيانه غنيتي. انا بحال الجوري دابا زعما سي محسن راه قال لك عطاك. انا كنتسناكم في هذيك الثانيه اللي غادي ديروا ان شاء الله، غادي نخرجها زوينه. هذه كانت غير البدايه، هذه غير البدايه، هذه غير البدايه الثانيه اللي غادي نغنيوها ياك. من بعد غادي نخرجها زوينه، انتم تشوفوا ان شاء الله. ان شاء الله يعني الاسماء الخمليشي كتوعدنا بانه غادي تكون مفاجاه، غادي نسمعوا الصوت ديال اسماء ياك. ان شاء الله ان شاء الله. ومن عند اسماء الخمليشي غادي نمشيو عند سيدي محمد العسري، غادي نشوفوا المايسترو شو الاغنيه اللي محضر لينا. موسيقى مايسترو. واكيتو في ديا وحكمو عليا ما بيدي منديل. يا لا لا ولا لا اخويتمو في ديا وحكمو عليا ما بيدي منديل. ويا لا 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 ويا لا لا ونسيت مع النقصو بديت كيتو ما بيدي منديل. هك يا لا لا ولا لا نسيت مع النقصو بديت كيتو لا حيلة لا سباب. ولك يا لا ولا لا لو كان تعرفي وكاع ما تهربي ما بيدي منديل. وهك يا لا لا ولا لا ريحيتو في رجليا وحكامو عليا ما بيدي منديل. ولك يا لا لا ويا لا لا خويت مفيديا غزالو عليا ما بيدي منديل. وهك يا لا لا ولا لا سالف وصاب ومحني لا حيلة لا سباب. ومولاي المختار ورحنا زوار يا إلي والحبيبة يا جدرت أنايا رغيت في الحب ورحتي وهنايا. واو
خلق بي وعمره ما ينسانا يا مولاي المختار ورحنا زوار والحبيبة واش درت انا يا واش درت انا لقيت الحب فرحتي وهنايا واسكن قلبي اللي عمري ما ننسى لله يا الحباب رغم قبضوك يا ايلي والحبيبة واش درت انا لقيت في الحب رحتي وهنايا وسكن قلبي عمرو ما ينسانا يا مولاي المختار رحنا زوار الحبيبة واش تنايا او لقيت في الحب رحتي وهنايا وسكن قلبي عمرو ما ينسانا وسكن قلبي عمرو ما ينسانا كانت أغنية خويت مفيدية تعرفت عليها ولكن جميل وهو أن سيدي محمد دانا المولاي المختار خلاصيني في الأول جبلاتيسي الحمد لله الحمد لله كي المغنيين وكتخلعهم ولعسك الممثلين تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم ولكن راه باقي لنا أغنية أها غادي نمشيو عند سي محسن ألي غادي نشوفوا علي محسن المقطع الغنائي اللي محضر لنا المايسترو موسيقى مايسترو عندي صراحة أنا عندي واحد القضية من صغري ما كان حفظش الأغاني ستلقاني حافظ يلا الجملة الأولى وأنت خليتها كلها قاية زبيدة قاية زبيدة أوكي تبارك الله عليك مثلا كان عارف اللحن ولكن الكلمات ما عمرني كنشدهم ما دابا أنت نجحتي لحد الأول عرفتي الأغنية عرفت الأغنية ولكن الكلمة قريبا نقدر نبداها ولكن ما نكملهاش ومع كاع الأغنيات كلهم ما عنديش بحالة نزابي في الكلام ما كنعقلش عليه كنعقل على اللحن ولكن الكلام ما كيبقاش ليا في دماغي وين عرفتي الأغنية احنا ماشي مهم دابا كنربحو ملي كنعرفو ماشي مهم عرفتي الأغنية ربحتي أحسن مغني محسن مالزي شكرا يس كان هذا هو تحدي دندنا الهدف هو أننا نتذكروا هذه الأغاني الجميلة ونشاركوهم نشاركوا هذا الجو ديال المرح مع المشاهدين ما نسيناش للأسماء كازابلانكا ديك الأغنية اللي درت شحال هذه نسيتيها ولكن احنا جبناها الكلمات نسيتيها ولكن احنا جبناها غنطلبوا من المخرج أننا نسمعوها وشوف نقول لكم هذيك راه كانت غير ضحكة كنا غير كنضحكوا بها ولا لينا بالنسبة ليا كندوز واحد الوقت زوين اللي نقدر شي نهار علاش ندير شي دور وندير فيه شي أغنية صغيرة ولا ندس حنايا كنتقاسموا الفرحة وكنتقاسموا الحلقة ديالي واش زوينة ولا لا بحال لالا سلمى قبيلة اللي كانت صغيرة في المدرسة نعودوا نعيشوا هذه الأجواء سمعوا الأغنية ديال كازابلانكا ونشوفوا أسماء شنو غادي تدير معها أغنية ديالها موسيقى
نفكر نفكر فيك قلبي راشتاق ليك او 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 قلبي راشتاق ليك انا يا الحماق عليك خوفاش نشوفك كذا بلونكا انا يا الحماق عليك خوفاش نشوفك كذا بلونكا تفقاتكم على أسماء الخمليشي كانت هذه محاولة جربتها ونوت ودرت زعما راه عندي جمهور تبارك الله عليك وحنا صفقنا شكرا شكرا تبارك الله عليك كانت هذه الأغنية اللي قدمتي كذا بالنسبة لي الحليلة درت شي دور ماشي هذا هو اللي حنا طلقنا الأغنية ونشوفوا تفاعل ديال الأسماء الخمليشي كانت فرصة أصلا يعني نفكرك بها شكرا شكرا هذا كان واحد الوقيته اللي زعما فكرني في ايام هذه الاغنيه تبارك الله عليك كانت محاوله جيده بدايه موفقه شكرا. ومن الدار البيضاء غادي يمشيو لمدينه تيزنيت غادي نستقبلوا مشاهدينا مجموعه احواش عاو تيزنيت
زدتش عاودتي زنيت تبارك الله عليكم. لوحه فنيه جميله كتعبر على ثقافتنا وتراثنا المغربي الاصيل. سيدي محمد تعليقك على مجموعه احواش عاودتي زنيت هذه اللوحه الجميله اللي شفنا فيها الناي شفنا فيها الرقص يعني كيفاش انهم كيستعملوا الايادي ديالهم وعطاونا واحد اللوحه جميله. فعلا عطاو لوحه جميله حتى في اللبس ديالهم والايقاع اللي داروه زعما جميل بزاف وهذا الايقاع ما غتوجدوا الا في المغرب. وبلاك الطريقه نتاع كيفاش كيصفقوا كيفاش كيرقصوا وحتى الرقصه ديالهم بواحد الخفه وبواحد الرشاقه وبواحد النشاط ما شاء الله عليهم كانت لوحه جميله فعلا. الحمد لله الحمد لله وهذا هو الغنى ديال بلادنا. تفضل سيدي محسن. صراحه اللي كيبهرني في لوحات سورتو هادو الامازيغيه ولا ديال الاحواش ولا ديال احيدوس ولا البساطه اللي مبهره بصح احيانا كنرد البال الحركات بسيطه وكنجي بحال بالنسبه لي انا راه بحال هما ما عارفينش بلي غادي يديروا واحد الحركه ولكن هذيك حركه مضبوطه مع حركه واحدين اخرين اللي الشكل الجماعي ديالهم كيعطينا واحد اللوحه اللي رائعه بزاف وفيها الروح يعني سهل الممتنع سهل الممتنع. كنشوف كوريغرافيا جميله جدا يعني حركات متناسقه عزف ربما كي تظهر بانه بسيط ولكن كاين واحد العمق كبير في هاد الانماط الغنائيه. لاله سلمى كنشوفك بغيتي حتى راه كنشوفوه حنايا ساهل ولكن اكيد راه واحد التدريبات وما شاء الله يعني تراث اللي كلنا فخر به وكيف ما قال لك كل شيء موزون كل شيء تبارك الله موزون الطريقه ديال التصفاق مع الموسيقى مع العازف مع كل شيء كل شيء تبارك الله عليهم الحمد لله. ومن تكلمتي سي محسن على حبك للمجموعات الغنائيه ربما اللي ما كيعرفوش الناس بانه عندك واحد الارتباط بالشرفه البهاله عزيزين عليك البهاله بزاف قد حريز مزاب بزاف بزاف حب عميق بزاف جاي من الحب ديالي لاي حاجه تقليديه ولا تراديسيونيل ولا اي حاجه اللي كتجيني ديال الماضي. مثلا بعض المرات تعجبني غير الطرقان الجهويه ولا الاقليميه شي حاجه قديمه كتعجبني بزاف. والشرفه البهاله كنت اكتشفتهم واحد المره كنت في سطات في النواحي ديال سطات ولاد سعيد حيت عندي العائله تما تحيه لولاد سعيد تحيه كبيره لولاد سعيد وتحيه لحديد دانا واحد السيده تما عظيمه بزاف اللي كنحترمها بزاف. ودونك كنت تما وانا نسمع واحد سمعت العلوه سمعت العلوه بواحد الصوت ديال واحد الصوت اللي تارني كنت غادي وانا نرجع وانا نقول لي شكون عافاك اللي تيغني قال لي هادو راه الشرفه البهاله تيغنيو العلوه وخديت هذاك السي دي باقي تنعقل خديته السي دي وعجبني بزاف يعني اي حاجه تقليديه يعني كتقيسك كتقيسني. تكلمتي على العلوه فين قلنا لك دندن لينا العلوه نحاول نعاود نضحك فيها الناس لا حاشا بالعكس بالعكس شي حاجه زوينه انا ما عارف ندندن اوكي نحاول حاول اللي تذكرت منها نحاول شوف بويسكو قاصك بزاف هاد الاغنيه وتكلمتي عليها الا وغادي يكون باقي هذيك البقيه ديالها وسيرتو الصوت ديالهم وشنو اللي كيعجبني بزاف انا مثلا انا ممكن نقدر نشخص هذاك الصوت بهذاك الاحساس يعني ماشي ضروري نكون مزيان في الاغنيه ولكن هذاك الاحساس ديالهم حيت هو راه ماشي بحال تيجيني ماشي صوت ماشي غناء ولكن راه كيغني بواحد الايقاع وتسمعو يعجبك نسمعوها موسيقى مايسترو اش بديت على نبينا صليت صلى الله عليه الاسلام تشاهد بيه ويا غادي العلوات على نوصيك بعدا وإلا لحقتي سلم في العلوة لا تكلم ومالي يا ربي مالي من دون الناس واحد في ملكو هاني وانا بيت عساس اخرجي يا الحريزية لبسي لمبر ديك المخنصر شريفي مولاي عمر جاونا البهالة البهالة بيضاوغ يبتلو في الهوى المريض يداوغ يا راه قابل دوك الحطات
جاوني طرفيات تما الكنبوشيات ناني مطليات يا البابور يشعلن يا وليدي سيد حاجي هل الله نوضو تصلوا الفجر يا وليدي في جامع مولاي عمر والغدير العلواجي نوصيك بعدا إلا وصلتي وسلم والعلوة لا تسكلم ووليدي العلوة الماني قاع الصلاح اللي فيها وخليني نبكي وخليني نشكي وعلى زيارة جدي والسلو معلموني والحبيبة الحبيبة الحبيب شربني كاس حليب أودي كاسو فيه الطوب واللي كدب يجرب والغد يا عيب عليك الجاي عيب عليك أخليتي انتلا أخليتي والديك والتانا عندي جوج حمامات الشرجم إيباتو اللي معشق الزيقين يتعزى في حياته غادي للعلواوي واجي نوصيك بعدا ودي يا ودي يا ودي يا طول الزمان يلاقي بويا يا ودي يا ودي يا ودي يا اللي بغيتك يجيني بويا يا ودي يا ودي يا ودي يا طول الزمان يعلي شكرا للفرقه الموسيقيه شكرا لكم بزاف تبارك الله عليكم اش دار لك سيدي محمد في الاداء ديال محسن راه تغير غير من الاول ديال البرنامج للاخر البرنامج راه بدا مزيان وراه حيت سي نورمال عطاوه فرصه باش يتدرب لا 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 كاين المستقبل ان شاء الله ياك كاين الموهبه كاين الموهبه كاين الكلام تبارك الله راه قلتي خير الله خاصك تخدم معايا انا سي مرحبا قوم نديرو تدريبات نبقى نديرو تدريب ان شاء الله وانا سلمى تخدم معايا هذه تعلمت انايا صافي مرحبا على الراس والعين ان شاء الله شوف من مور هذا الصار ان شاء الله غادي يخرجوا عندنا جوج نجوم في الغناء فنان محسن المالزي والفنان اسماء الخمليشي غادي نقلبوها غناء هذه أجواء جمعتنا زينة أجواء اللي كان بارتاجيوها وكان شاركوها مع المشاهدين ودائما غنبقوا في الجو الغناء والآن مشاهدينا غادي نمشي وغادي نستمتعوا مع الفنان محمد العسري بعد هذا الفاصل العطار كيداوي الفرق حبيبو قالوا لي دواء
حبيبو أشد وك يا العطار العاري العطار ويود وك يا العطار العاري العطار أشد وك يا العطار العاري العطار ويود وك يا العطار العاري العطار بغيتك تصغاليا جيت نعيط لك الخبار العاري العطار الحبيب مشى عليا خلى في قلبك يا لنويت يكون غدار العاري العطار سيد العطار دير مسيا بغيتك تصغاليا جيت نعيط لك الخبار العاري العطار يا الحبيب مشى عليا خلى في قلبك يا لنويت يكون غدار العاري العطار لا لا إلا لي أراسي وما داز عليك وباقي يا راسي وما داز عليك وباقي يا لا لا إلا لي لا لا إلا لي غريبة وماشية بحالي أو ليلى أغريبة 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 وماشية بحالي أو ليلى ولا يلا محمد العسري تحت تصفيقاتكم الفنان محمد العسري بارك الله عليك سيدي محمد شكرا سفر جميل أغاني تراثية أغاني أبقى دائما في الذاكرة المغربية تبارك الله عليك سيدي محمد أمتعتنا شكرا لك سي نسيم هذا مندوقك وفعلا فعلا كنحس بك كتحس الأغنية الشعبية اللي عندها قيمة فنية ولا سيما إلا كانت جاية من التراث ديال البلاد ديالنا الحمد لله شكرا. ماشي هو بوحدو اللي كيحس راه حنايا معك هذا شرف لي هذا وشكرا لك هذا شرف لي كبير يحضروا معايا فنانه وزنين تبارك الله بحالكم فنانه مسرحيين فنانه سينمائيين الشهاده ديالهم مهمه بالنسبه لي انا بزاف تبارك الله عليك سيدي محمد الصراحه الناس كيفهموا في الميدان الفني وكيعرفوا بالقيمة الأشياء الفنية فهذا بغيت نعبر لك على عجبتني بزاف هذه الأغنية هذه وخاصة الأخر ديالها يعني بالطعم اللي عطيتها في الأخر المختلف اللي زوين بزاف اللي طرباتني صراحة نعم تغيير فيها كنا في البيت على الله سيد العطار والبيت على الله كي ياخد في واحد نقطة يعني لا نوت الدوزيام نوت ديالو كتكون بالربع
زولنا ذاك الرباع ورديناه كورد، رطينا سي بيمول وعطات ذاك الجماليه ديالها، وفي التالي رديناها في واحد الشكل روحاني شويه زوينه بزاف. تبارك الله. تصفيقتكم على الفنان محمد العسري. دائما حنا في جماعتنا زينه دائما كنبحثوا في التراث، كنقلبوا في الاغاني الخالده ديال ريبرتوارنا المغربي. الان وصلنا لاخر تحدي في سهرتنا، تحدي اغاني في البال. اغاني في البال عندنا 6 ديال الارقام، كل رقم كيحمل واحد الكلمه اللي كترمز واحد الاغنيه من الاغاني الخالده المغربيه. غنشوفوا الضيوف ديالنا، غنخليهم يختاروا رقم ونشوفوا الكلمه اللي غادي تخرج لهم. نبداو من عند سيدي محمد العسري، شوفوا الرقم اللي غادي يختار لنا. غادي نختار رقم 4. رقم 4. بلادي، اغنيه كتحمل كلمه بلادي. غادي نغني يعني واحد الاغنيه اللي كتعجبني انا بزاف، واحد المغني اللي كنت انا يعني كنبغيه بزاف، الله يرحمه سي محمد الادريسي. الله يرحمه الفنان الكبير محمود الادريسي، الله يرحمه ويرحم الجميع. انا من الناس اللي كنبغيه بزاف وكيعجبني صوته، وفيه ذاك الرنام غريبية يعني قحوحة ما شاء الله. فغادي نغني له عيشي عيشي يا بلادي عيشي. الله، عيشي عيشي يا بلادي. موسيقى مايسترو. شوفوا تحس ما صافية، شوفوا تحس ما صافية، ما تعرف غيام سلام. تغني زاهي أرض، تغني زاهية مفروشة سلام. عيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير. عيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا الأم كميرة بيضة بالجد وبالخير. وعيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير. عيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، أم كبيرة فايدة بالجد وبالخير. بلالام 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 محسن للام كمولت لوصف، للام كمولت لوصف، مدمولت لوصف، مدمولت لوصف، وعروسة محروسة
ياك مسكن وعبير للا مكمولة الوصال مكمولة الوصال مكمولة الوصال ونوصف محاسن للا مكمولة الوصف للا مكمولة الوصال مكمولة الوصال مكمولة الوصال عروسة محروسة وفاح منك مسك وعبير للا مكمولة الوصال مكمولة الوصال مكمولة الوصال وانتي راح تروح كل منظر وشم وجه واسمع فيك الطير كيسبح باسم القادر ويا بلادي عيشيك ويا بلادي عيشيك ويا بلادي عيشيك عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي وعيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير الله يا سلام أغنية جميلة أداء أجمل تبارك الله عليك سيدي محمد العسري أمتعتنا شكرا سيدي نسيم شكرا شكرا بزاف يطول لي عمرك ومشيو عند لالا سلمى شفتي لي رجعتي سسبنس لالا سلمى شوفوا الرقم اللي غادي تختار لنا والأغنية أو الكلمة اللي كيحمل هذا الرقم ستة رقم ستة البال بل يا غنبقاو سي محمود الإدريسي الله يرحمه الله يرحمه من الروائع اللي كان لي الشرف أنني غنيتها أنا وياه وكنت فخورة بزاف بدك ديو وهو إنسان قبل ما يكون فنان الله يرحمه وفعلا كان إنسان قمة في الرقي خسارة كبيرة للوسط الفني الله يرحمه مستعين إن شاء الله ونقولوا محال واش ينساك البال محال واش ينساك البال ومحال واش البال ينسى سيدي محمود الإدريس مستحيل أكيد أكيد موسيقى مايسترو محال واش ينساك البال واش ينساك البال محال اسمك يتمحى محال ينساك البال غبت انت او بقى الخيال وبقى الخيال شغلني فمسا وضحال محال ينساك البال صراحه كتاثر فيا بزاف اغنيه جميله واكيد يعني ملي كنتكلموا على هذه الاغنيه كنتذكروا يعني كل انسان عزيز اكيد محال واش ينسى البال تبارك الله عليك سلمى تبارك الله على صوتك الجميل واحساسك الاروع بارك الله فيك شكرا بارك الله عليك مشيو الان عند لالا اسماء شوفوا الرقم اللي غادي تختار لينا تفضلي واخا هادي نختار الرقم جوج رقم جوج العار أو العار أغنية كتحمل كلمات العار أو العار اش نقول لك يعني كلمة عندها واحد ثقل كبير وكبير عليا إلا سمحتوا لي نديروا أغنية مختلفة ديال الحجة الحمدوية كانت عزيزة عليا كنت كنحماق عليها وحصل لي الشرف واحد النهار
شفتها وهضرت معها وكنت كنت من العشاق ديال التمثيل وكنت عارفه انا كاملين. وجات لي عندي وقالت لي تبارك الله عليك اسماء الله لي لزينه زينه عرفتي عمرني ما نساها. وهذا بالنسبه لي يعني وسام من عند امراه تبارك الله عليها اللي فنانة كبيرة اللي عطات كثير كبيرة وعظيمة. شو غادي تقدمي لنا الحاجة الحمد لله؟ وديك أغنية ديالها اللي دارت بزاف ديال كاع الفنانة غناوها ديال هي هي جاية تصفر وتخضر أنا وليدي مرحبا موسيقى مايسترو. معشوقه في النوار انا وليدي ويمشي ويجي حشته مقضيه جلول انا بعدا مقابل البحر الله يرحل انا وليدي انا بعدا مقابل لما جنات عوال انا وليدي انا بعدا مقابل حبيبي لا يمشي انا وليدي يمشي ويجي حشته مقضيه جلول هي هي جاية تصفر وتخضر أنا وليدي هي هي لي حس الفع اللي صار أنا وليدي هي هي حيت معشوقة في النوار أنا وليدي ويمشي ويجي بحشته مقضية شكور. بارك الله عليك وعدتنا بأنها غادي غادي تفاجئنا تبارك الله عليك. شو هذا غير حبي لهذيك المرأة العظيمة الله يرحمها وحب للفن أيضا تبارك الله عليك. أمتعتينا في هذه الأغنية شكرا. قلنا آخر رقم حسن ظنكم تبارك الله عليك تبارك الله عليك. شكرا. قلنا آخر رقم غادي نمشيو عند سيدي محسن وغادي نشوفوا الرقم اللي غادي يختار لنا. نختار رقم ثلاثة. رقم ثلاثة لون أغنية صعيبة سمر اللون سمر اللون أغنية صراحة أغنية زوينة بزاف بارك الله عليك و... أنا ما عرفتهاش سمر اللون تبارك الله تفيقاتكم على محسن شنو عارف الأغاني وخاك تبارك الله عليك نتو سمر اللون وصراحة الأغنية هذه عزيزة علي بزاف ومن الأغاني اللي حافظ شوية أكثر من هذيك الجملة الأولى يعني كنت كتعجبني نعاود معها بزاف شتي قلت لكم راه غير البداية اللي صعيبة عندك الصح ها انتم دابا ما بداو كيزعموا راه غادي نثق في راسي لا لا شوف كلنا معك شكرا بزاف دونك نحاول دونك نسمعوا برد سخون برد سخون موسيقى سي رشيد الزروال برد وسخون حميتو فيا بزوج انت وسمار اللون انت وسمار اللون برد وسخون يا هوا برد وسخون حميتو فيا بزوج انت وسمار اللون انت وسمار اللون هوا يا هوا هاد النار
قوية مجهدة هاد النار قوية مجهدة لا تبتر بيا وبالتي نولف بعدا بالتي نولف بعدا هوايا هوا هاد النار قوية مجهدة هاد النار قوية مجهدة لا تبتر بيا وبالتي نولف بعدا بالتي نولف بعدا خلي شوقي مرات احمى ومرات هب عليها النسمة ولا سهرتني بالليل جود في نهاري بالرحمة ولا سهرتني بالليل جود في نهاري بالرحمة شكرا شكرا لكم بارك الله عليك شوف غنيتي غنيتي ودرتي لهم حتى العزف حتى هو لا 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 حافظه يعني بالعزف ديالها يعني كاينه في الدم عندي كاينه داك الشيء اللي قلتو راه كاين عرفتي شنو كتزقل الحطه مرات انا عندك عندك الكيو مثلا الدخله ولا الا كان داك المد ديما عندي في مشكل ما تنعرفش واش أربعة ولا خمس ما تنفرقش بيناتهم ولكن تبارك الله عليك شكرا شكرا لكم شكرا لا محسن شكرا الفرقة الموسيقية تاعهم شكرا للجمهور تبارك الله عليكم تبارك الله على النجوم ديالنا شكرا لكم لانكم امتعتونا عيشونا في واحد اللحظات جميلة في هذه الحلقة الاستثنائية للاسف وصلنا نهاية سهرتنا مسخيناش بكم نخليو لكم كلمة أخيرة في نهاية السهرة نبداو من عند لالة سلمى رشيد أولا شكرا لهذا البرنامج الزوين اللي كيجمعنا مع الحباب والفنانين المغاربة كنت سعيدة بزاف أنني معكم اليوم وتشرفت بالحضور معكم اليوم شكرا لك نسيم على التقديم الزوين أنك خليتنا نحسوا أننا في أجواء عائلية وأصدقاء أكثر من أن مجرد لقاء تحية كبيرة للأستاذ الفنان الكبير اللي أنا والله فرحانة بزاف أنني معك اليوم سي محمد العسري فرحانة أن هذا اللقاء يجمعنا وخاصة أنه أول ظهور لي في الشاشة المغربية والله فرحانة أنك تكون معي والله سنتي بليزير الفنانة الرائعة والجميلة ما شاء الله عليك أسماء كذلك محسن الفنان الموهوب جدا وما شاء الله عليك وانا راه تفرجت فيك في شحال من المسلسلات تبارك الله عليك والله فرحانه بزاف انكم معايا اليوم وشكرا للفرقه الموسيقيه الغزاله على هذا الابداع اليوم شكرا للجمهور الغزال شكرا لكم وشكرا للمشاهدين نتمنى يا ربي اننا نكونوا خفاف ظرف على قلوبكم وشكرا لكم كل شكر ليك شكرا للقناة الأولى كذلك شكرا اليوم العفو كل شكر ليك سلمى كنا سعداء أنك كنت معنا اليوم في جمعتنا زينا شرفتينا ونورتينا في جمعتنا شكرا بارك الله فيك شكرا كلمة أخيرة في نهاية السهرة شكرا بزاف نسيم على الاستضافة شكرا للقناة الأولى اللي خلتني نجمع مع هذه الوجوه زوينة بزاف شرف لي أنا لأول مرة كنتلقى مع سلمى وسي محمد العسري شرف كبير لي صراحة واستمتع بزاف بالأغاني ديالكم شرف لي عشان نتلقى معك أسماء يعني كانت اسم على مسمى جماعة زوينة دوس أمسية زوينة معكم نتمنى أنها تكون خفيفة على قلوب المغاربة شكرا للفرقة الموسيقية بزاف على الابتسامة ديالكم وعلى التعاون ديالكم معنا شكرا للجمهور شكرا بزاف بزاف والجمهور اللي كيتابعنا شكرا عفو كل شكر ليك محسن شرفتينا ونورتينا وكنا سعداء أنك تكون اليوم معنا في جمعتنا زين شكرا شكرا لك الله يبارك فيك لا أسماء نعم السي نسيم كلمة أخيرة في سهرة جمعتنا زينة وهذا نهار كبير 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 بالنسبة لي اللي أنا معكم وافتخار افتخار باش نكون مع فنانة كبار في هذا المستوى كنشكرك بزاف السي نسيم على هذا العزومة تبارك الله لالة سلمى
الرقة والجمال والصوت سي العسري يعني تبارك الله. نهار اللي فاش عيطوا لي وقالوا لي هذه تكون كنت فرحانة لأن أنا عارفك ما كنتيش كدوز في التلفزة المغربية ولي أول مرة كدوز في هاد نتمنوا ما تكونش آخر مرة كاينة ولا ما كايناش محسن اللي اشتغلت معاه ودائما كان نذكر واحد ذكريات زوينة ديال الشغل بعضياتنا. شكرا الفرقة الموسيقية شكرا بزاف شكرا للجمهور وشكرا لكم جميعا. العفو العفو كل الشكر ليك لالا أسماء كنا سعداء وتشرفنا أنك تكوني اليوم حاضرة معنا بروحك المارحة. شكرا ليك على قبول الدعوة. سيدي محمد كلمة في نهاية السهرة وما بقى لي ما نضيف زعما أكثر من اللي قالوه تبارك الله هالضيوف ديالك. شكرا ليك سي نسيم على حفاوة هذا الاستقبال وتحياتي للناس اللي اشتغلوا معنا في الظل وساهموا وسهروا على إنجاح هذه الحلقة. الحقيقة والله مسخينة فعلا حلقة اسم على مسمى جماعتنا زينة والله إلا كانت زينة لأن حضرت لي فيها أحسن ضيوف لالا سلمى سي محسن لالا أسماء مجموعة الأساسدة اللي أنا سبق لي كنت كنشوفهم غير في التلفزيون أو في السينما. اليوم اليوم كتب لي الله أنني نجلسهم ونلقاهم ما شاء الله ناس ظريفين وعندهم ذوق زوين وش غنقول لك والله العظيم لفرصة طيبة هذه باللقاء بكم. الحمد لله على لقائكم وكنت غادي نمنع هذه الحلقة وكان ما جيتش كنت ما غادي نشوفكمش فكنتشرف بمعرفتكم. شكرا لكم شكرا لهذا الجمهور اللي حضر معنا وكذلك الناس اللي تبعونا وشاهدونا على القناة الأولى من خلال برنامجكم جماعتنا زينة. وشكرا للفرقة الموسيقية اللي تسمحوا لي إلى تعبتكم شوية أنا كان عارفكم يعني هاد الشيء راه ماشي سهل. شكرا لكم بزاف وقبلوا عليا وإن شاء الله غادي نشوفكم إن شاء الله في شي فرصة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله تبارك الله عليك سيدي نسيم. كل الشكر ليك سيدي محمد العسري كنا سعداء بإطلالتك الأولى في التلفزة المغربية كلنا فخر واعتزاز بالحضور ديالك معنا. شكرا ليك على قبول الدعوة كنا سعداء أنك كنتي معنا اليوم في سهرة جماعتنا زينة. ثم أيضا ضيوفنا الكرام كنا سعداء وكنا فخورين أننا استضفناكم اليوم. شكرا لكم على كل الأحاسيس اللي شاركتوها معنا. نتمنى أنها تكون وصلت للجمهور المشاهدين اللي كيشاهدونا من خلال التلفاز. ثم مشاهدينا الكرام كنعطيكم موعد في حلقة قادمة في نفس التوقيت في نفس القناة مع نفس البرنامج جماعتنا زينة. مسك الختام غادي يكون مع الفنانة والنجمة سلمى رشيد. تبقوا على خير. سلمى رشيد
بيه.